ازيكم حبايب قلبي؟ جيجي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل تفريز برضو مهم جدا جدا، هيعجبك وهيوفر عليكي وقت ومجهود كتير جدا جدا في رمضان باذن الله، وتجهيزات رمضان واللي هم بلغنا رمضان. انا عارفه اللي لسه بدري، بس انا بحب الحاجات في الموسم بتاعتها اشيلها غير رمضان، تفضل عندي من السنه للسنه. عايزه اقولك ان البتنجان الرومي اليومين دول رخيص، انا جايبه الكيلو ده ب2 جنيه، تمام؟ ساعات والشهور اللي جاية هيوصل لأربعة وبخمسة وب6 جنيه كمان. لا، استغل انا بقى الوقت ده واخزن فيه البتنجان. بس انا بخزن البتنجان الرومي بطريقة واحدة بس، عشان انا بستخدمه لحاجة واحدة بس في التخزين. في ايه؟ في لما بعمل البتنجان المشوي بالطحينة او البابا غنوج، تمام؟ فانا بقى بحب اشوي البتنجان بتاعي وافرزه في الفريزر. هوريكي بقى طريقة الشوي بتاعتي وازاي نفرزه في الفريزر لرمضان. تطلعي الكيس ولا لسه تشوي ولا توسخي البوتاجاز ولا تعملي اي حاجة؟ هتطلعي الكيس، تستني يفك شوية وتروحي حطاه في الخلاط او تهرسيه بالهراسه بتاعتك، وعليه الطحينه وعليه التوابل وعليه كل حاجه. لو حابه كمان تشوي مع الحاجات دي بصل وتوم اشوي، بس انا مش هشوي معاهم بصل وتوم، لان انا ما بحبش احط في البابا غنوج بتاعي لا بصل ولا توم، انا مشويين. انا بحب بس ايه، ان انا اشوي البتنجان احط عليه الطحينه، ممكن احط عليه معلقه من اللي هي دقه البتنجان دي، عارفينها اللي هي فلفل بتوم، دي بتدي طعم حلو، بشطه بتبقى جميله جدا مع الطحينه. جربوها هتعجبكم جدا. بس انتوا لو حابين تشووا مع الحاجات دي فلفل، تشووا قصدي بصل وتوم، اشووهم مفيش مشكله خالص، هيتفرزوا برضو في الفريزر مع البابا غنوج. تقدري تعملي 5 10 كيلو بتنجان زي ما انت عايزه. انا النهارده بديكي فكره، واشتري يا ستي بكره. فانت عندك الفكره بتاعتك والتفريزات بتاعتي اللي انا بعملها لكم دي. طبعا انا بديكي مثال، وانت اعملي كل اللي تحبيه. تقدري تعملي قبل رمضان على طول، تقدري تعملي من دلوقتي زي ما انت عايزه. انا عن نفسي ما بستغناش عن البتنجان بالطحينه، يبقى عندي على طول في الفريزر. فانا هوريكي بقى طريقتي في حفظ البتنجان في الفريزر او تفريزه لمده عام كامل، وتحدي الابهار كله هنا، وهبهركم يعني هبهركم حبايب قلبي. جيجي تعالوا بقى، بصي انا منقيه زي ما انت شايفه كده، مش لازم يكون كله بتنجان كبير ولا كله بتنجان صغير، زي ما انت شايفه كده. هو الكيلو ده كده، الكيلو واحده كبيره كده وثلاثه صغيرين، كله هيتشوي كله هيبقى زي الفل. عايزه بس اقول لك، قبل ما تحطيه على النار بتجيبي السكينه وبتعملي له شقات كده اهو بالشكل ده. تقدري ترميهم في الفرن، تحطيهم في الفرن وتحطيهم يتشوي في الفرن، وتقدري تعمليهم على البوتاجاز زي ما انا هعملهم كده بالظبط. هوريكي بقى بشوي على البوتاجاز ازاي. الفتحات دي علشان يستوي معايا كويس اهو، وينزل لو في اي مرارة او اي حاجة تنزل في الشوي، تمام كده. خلاص يلا بينا نروح على البوتاجاز. بصي كده، انا حطيت البتنجانية اهي على البوتاجاز، على نار البوتاجاز اهي، ودي شبكة اهو حطاها على الشبكة بتاعت البوتاجاز اهو بالشكل ده. طبعا ايه، هنقلب فيها بالراحة كده، وتبتدي ان انت ايه تقلبي. بس انا عشان لسه حطاها، تمام، تشويها بتاخد الطعم والريحة بتاعت الدخنة بتاعت النار دي، بتدي طعم حلو جدا جدا. واول ما تشوي هوريكي بقى هنعمل ايه. انا بقى احط على كذا عين كده من البوتاجاز شوية البتنجان بتوعي عشان يتشوي كلهم مرة واحدة. وتعالي بقى بعد ما يتشوي اوريكي بقى هنعمل ايه. بصوا بقى كده، خلاص كده شوينا البتنجان زي ما انت شايفه كده اهو. اول ما تحسي ان القشره بتنطر كده اهو، يبقى هو كده استوى، تمام. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. تعالوا بقى معايا هنا البوله، هبتدي اجيب البتنجان كده وهو لسه طالع. بصوا البتنجان اهو اهو، ادي البتنجان كله اهو، كيلو البتنجان اللي انا شويته. هجيب ميه ساقعه من الثلاجه، وده مهم جدا، لازم تكون الميه ساقعه من الثلاجه اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. هنزل بالميه الساقعه واحط معلقتين كبار من الخل في الميه اهو، معلقتين كبار مليانين، واحط كمان نص معلقه صغيره كده، نص معلقه من السكر. طيب ليه السكر وليه الخل وليه ميه ساقعه؟ هقول لكم بقى كل حاجه وهجاوب عليكم. بصوا يا بنات، الخل
علشان البتنجان بتاعي لما اجي اقشره ما يأكسدش وما ياخدش لون اسود، والسكر علشان برضو يفضل محافظ على اللون بتاعه وعلى الطعم كمان، مش اللون وبس، على الطعم والريحة بتاعت الدخنة تثبت معايا. بصي بصي المية الساقعة بتعمل ايه، بيتقشر معايا بكل سهولة، والمية الساقعة كمان بتخليه يبرد بسرعة اهو. بصي طبعا هو هينزل كل القشر، هتلاقيه اصلا سقط جوه المية لوحده. بصي كل القشر بيقع معايا بمنتهى السهولة اهو. هسيبه بقى كده في المية شوية، وبعد كده هرجع الاقيه قشر نفسه تمام، وكمان محافظ عليه اللون بتاعه ما ايه ما يسودش معايا. البتنجان طبعا من الحاجات اللي هي اللون بتاعها بيسود بسرعة. لو مش عايزة تحطي خل تعصري ليمونة، يا خل يا ليمونة، يعني ايه ده او ده، انا اديتك خيارين اهم. هسيبه بقى كده 10 دقايق بس وارجع لكم تاني. تحسي كده ان خلاص القشرة بتدوب معاكي، وهتلاقي القشر كله مسقط بره كده اهو. بعد كده هوريكم الطريقة بتاعت التفريز بتاعه، استنوني. الابهار كله هنا، وهبهركم يعني هبهركم حبايب قلبي جيجي. بصوا بقى كده بعد 10 دقايق لما رجعت له لقيته عمل ايه، لقيته قشر نفسه زي ما انتم شايفين كده اهو. اهو بصي البتنجان، بصي مقشر نفسه خالص اهو، يا دوبك بس هشطفه شطفه خفيفه بس كده اهو. بصي كل البتنجان سقط خلاص القشر بتاعه، وطلع من غير مواكل في اللحم ولا اي حاجه اهو. بصي مسقط القشر كله اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. بصوا يا بنات اهو بالشكل ده، هاخده بس كده اهو، هشطفه شطفه بسيطه كده على الحنفيه وارجع لكم تاني. وطبعا ولا وسخنا الدنيا ولا اي حاجه، كل القشر وكل البهدله موجوده فين، جوه الميه. هصفي الميه وارمي القشور دي في الباسكت، يعني كمان ما وسخناش لانه بيبقى ازمه كبيره، بيعمل وسخه كتير وبيبهدل الدنيا. فانا هفضي بقى دي وارجع لكم تاني اوريكم بقى طريقه الحفظ، استنوني. بصوا بقى كده اهو، بعد لما خلاص شطفت كده البتنجان، ودي يا بنات دي ميه البتنجان دي ما بتترميش، دي كلها فوايد. بصوا بقى هجيب معايا السكينه، هبتدي بقى اتخلص من الايه، من العنقود ده كده اهو. خلاص اهو بصي بنرميه، بصي البتنجان من جوه، بصي لونه عامل ازاي، بصوا عايزه افتح لكم، بصوا قلبه ابيض ازاي وجميل بالشكل ده. هتخلص بقى من دول كده اهو، نشيلهم، انا كنت مخليهم عشان اعرف امسك بيهم البتنجان بتاعي، وزي ما انتم شايفين كده ما بهدلناش الدنيا خالص اهو. هحط بقى في كل كيس، هجيب اكياس هحط في كل كيس على قد المره اللي احنا هنعمل فيها بابا غنوج او بتنجان بالطحينه تمام. هجيب لكم الاكياس اللي هي محكمه الغلق دي، علشان دي بتنفعني كتير جدا في حفظ الحاجه في الفريزر اهو. ما تحطيش مع اي حاجه في الفريزر اهو، يعني مثلا هاخد البتنجانه دي زي ما هي كده اهو، ممكن احط شويه ميه من ميه البتنجان دي، لان دي ميه البتنجان نفسها اهي بالشكل ده، ولا تعملي اي حاجه غير ان احنا بقى نقفل عليه كويس قوي، بس انا بطلع الهوا تمام اهو بالشكل ده. طبعا الاكياس دي ما بتتفاعلش مع الحراره، بس عشان تبقوا برضو كده ايه فاهمين الدنيا فيها ايه. بالشكل ده هرميها بقى في الفريزر واطلعه، احطه على طول في الخلاط زي ما قلت لكم، بيطلع الكيس تحطيه على طول او تستني عليه يفك شويه، وتحطيه في الخلاط او تستني يفك خالص، وتضربيه بالهراسه يعني تعمليه كده بالهراسه، وتحطي بقى عليه الطحينه بتاعتك، وتحطي كمون وشويه خل، ونحط كمان توم، يعني فصين كده توم ممكن نحطهم مع فلفلايه او شطه. وبتبقى حلوه جدا جدا السلطه دي على سفره رمضان اساسي. واحلى حاجه بقى في البتنجان ده ان هو بيبقى واخد الدخنه، طعم الدخنه بيفضل فيه، والله انا بعمله من سنين وطبعا الحمد لله بينجح معايا. فدي كانت طريقتي في حفظ البتنجان، يعني استغلي الموسم بتاع البتنجان ده، لان بيوصل ساعات بيبقى الكيلو زي ما قلت لك كده ب5 وب6 جنيه،
ومش بس كده، ان هو هيوفر عليكي وقت ومجهود وكل حاجه. النهارده عايزه اعمل بابا غنوج، لسه عايزه اشتري البتنجان، طب البتنجان عندي، لسه عايزه اشويه، البوتاجاز هيتبهدل، لسه عايزه اقشره، وراي 100 حاجه، واليوم بيروح عشان اعمل شويه بابا غنوج. طيب وليه؟ وانتوا اصلا بتحبوا البابا غنوج، هو اساسي على سفره رمضان. فانا اطلع الكيس احطه في الخلاط، احط عليه الحاجات اللي انا قلت لكم عليها دي، وفي ثواني عملت احلى سلطه بابا غنوج. شفتوا بقى مع جيجي مفيش مستحيل، وكل حاجه سهله جدا، وهبهركم يعني، هبهركم حبايب قلبي جيجي. اتمنى يا بنات ندي لايك للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من الناس ويستفيدوا منه، واشوفكم في فيديو جديد من مطبخ جيجي على قد ايدي، وباي باي حبايب قلبي جيجي.